معقول حامل اللقب خرج من أول الأدوار الإقصائية لليورو؟ طليان لا تمريرات لا نجوم ولا مستوى، عار وطني وكارثة وفشل وإخفاق وفصل أسود بتاريخ الكرة الإيطالية، هيك وصفت الصحف الإيطالية منتخب الوطني. أهلا فيكم ببرنامج مشكل فوتبول. الملعب الأولمبي ببرلين كان فال خير على إيطاليا عام 2006 لما توجت بكأس العالم على أرض هيدا الملعب بالذات، والجمهور الإيطالي كان متفائل، لكن إجت الضربة بشكل صاعق بسبب الطريقة يلي ودعوا فيها البطولة بهدفين دون رد. فشل البطل بالاحتفاظ باللقب مش جديد على اليورو، لكن الطريقة والصورة يلي غادرت فيها إيطاليا هو يلي خلى يصير في سخط وغضب كبير من الجماهير والإعلام يلي شنوا هجوم كتير كبير على المنتخب، واعتبرت الصحف إنه هيدا الجيل الأسوأ بتاريخ إيطاليا، ووصفت الخروج من اليورو بالمهين والمذل، وقالت إنه مغامرة الأتزوري انتهت بأسوأ طريقة بعد ما سلمت نفسها لسويسرا والمنتخب فاشل. اللاعبين اعتذروا والمدرب لوتشانو سباليتي اعترف بمسؤوليته عن الخسارة، لكن تاني يوم الاتحاد الإيطالي أكد بقاء المدرب على رأس الجهاز الفني وعدم إقالته. أما أسطورة إيطاليا جون لويجي بوفون ورئيس بعثة المنتخب رفض الحديث، وأصبح هناك خوف كبير على مستقبل الكرة الإيطالية بعد الغياب عن كأس العالم بآخر نسختين ووسط غياب المواهب. هيدا الرقم 10 بمنتخب إيطاليا يلي ارتداه ديل بييرو وباجيو وتوتي كان له وزن كتير كبير، فجأة صار صغير بعد ما ارتداه لورينزو بالغريني وقبل بعام لما لبسه راسبادوري. وهون بتتوضح أزمة المواهب يلي بتعاني منها الكرة الإيطالية، والأمر يلي بهدد بكوارث مستقبلية. تشاو.